بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الآن بحول الله تعالى وبركاته سنقارب الآية، أطول آية في القرآن العظيم. يقول مولانا يعني يخاطبنا ويرشدنا ويفرض علينا ما يصلح بنا، يعني الكل، فما شاء واحد يضر الآخر. للمسلمين يجب يحترموا بعضهم احترام كامل ليرضى الحق المبين سبحانه وتعالى، هو اللي يبين لنا كل شيء مولانا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إذا كان vous allez faire une transaction de dette. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الطائر بيان فيكسي، تقول بعد عام ولا عامين ولا عشر كمان رجع لك حقك، فاكتبوه، تدير نوتي لو بار إكري، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. ان سكريب مسلمون دوا نوتي سا بار إكري. شوفوا هذا شنو الدقة في كلام مولانا، دقة مطلقة. والسلام علينا، أهل السلام.